مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من قناه طبيخ على كيفك. اليوم حلقتنا راح تكون بالطبيعه زي ما انتم شايفين. استضافنا اليوم المهندس محمد هنيه بمزرعته. راح نعمل له اليوم صاجيه معلاه على الحطب. خلينا نتعرف اكثر على الصاجيه وعلى مكوناتها. راح يكون عندنا معلاه كامل مع عنايده زي ما انتم شايفين. عندنا هون بابريكا حلوة، بهارات مشكلة، بابريكا حارة، زنجبيل، ملح، فلفل. راح نستخدم هون نعنع للقارنش، بقدونس، عندنا زبدة 200 جرام، نص راس تومة زي ما انتم شايفين 7 حبات، عندنا هون سبع حبات بصل، فليفلة حلوة من كل وحدة لون، فلفل حار، وعندنا بطاطا راح نحطها جوا الصاجية. خلينا نبلش هلأ بالمعلقة. راح نفصله أول شيء. طبعا راح نفصل الفشة عن بقية المعلقة. راح نحطه صينية نطفة لأكثر من مرة عشان تروح منه الزنخة. هلأ قاعد بنفخ راح يطلع الوسخ كله منه. هلا بعد ما خلصت عباية مي هي نفخ، راح نقلبه هلا عشان يطلع كل الدم منه. بعد ما خلصنا تنظيف خلينا نبلش التقطيع. اول شيء خلينا نبلش بالكبدة والعنايد. راح نفصل العنايد عن الكبدة وعن الطحل. الطحل لحال، العنايد لحال، والكبدة لحال. قطع بالطريقة هاي. خلصنا تقطيع العنايد، راح نبلش تقطيع الكبدة بعد ما نظفناها. بعد ما نخلص من تقطيع الكبدة راح نبلش تقطيع الطحن. بعد ما نظفنا الطحل نقطع الطحل. بعد ما نظفنا الفشة خلينا نبلش نقطعها. بعد ما خلصنا تقطيع الفشة خلينا نقطع القلب. راح يكون هذا آخر إشي بالتقطيع. هلا بعد ما خلصنا تقطيع راح نحط عليها كمية ملح عشان تطلع كل الزنخة منها. بعد ما حطينا الملح نتركها لمدة 10 دقائق وبعدين راح نرجع نغسلها. خلينا نقطع البصل. راح نقطعه تقطيعة كيوبس.
بعد ما خلصنا تقطيع البصل راح نلف البطاطا بصدير ونحطها ببيت النار. هلا بعد ما نخلص راح نولع النار تحت الصاجية. هلا لفينا البطاطا راح نحطها جوا بيت النار. زي ما انتم شايفين هذا البرميل ممكن تسووها على حجار زنكو طبيعة غير مزرعة. هلا راح ننزل البطاطا ونولع النار. خلينا نولع. هلا راح نحط الصاجية على النار زي ما انتم شايفين وندير فيها ازازة مي كاملة وراح نسلق فيها الفشة. طبعا راح يكون مر عليها 10 دقايق من الناع. اول ما تغلي المي راح نسلقها مباشرة. هلا زي ما انتم شايفين المعلقة الفشة صارت نظيفة بعد ما انتقعت. المي عندنا غليت. خلينا نحطها ونسكر عليها. طبعا تركنا الفشة لغاية 5 دقايق بالكثير ورح نرجع لها. بالوقت هذا خلينا نقطع الفليفلة الحلوة والفلفل الحار. هيك الفشة عنا استوت. خلينا نسحبها. طبعا بعد ما صفينا الفشة نظفنا المعلقة كامل. خلينا شوية زيت على الصاجية ونحط العنايد. بعد ما تحمصوا شوي واخذوا لون عندنا العنايد راح نحط باقي المعلقة. هلا راح نلم المعلقة كله الوسط عشان ما ينحرق بعد الفراغ وراح نغطيها من وقت لوقت. نرفع الغطاية ونحركها لمدة نص ساعة. طبعا مر عليها 10 دقايق النار حامية. راح نحط عليها هلا زي ما شايفين هاي الكمية ما طلعت تيوب بس هاي الكمية مش كثيرة راح تروح كلها مع المعلقة. مقطع ناعم نحط عليها الفليفلة والفلفل الحار. نحركهم مع بعض طبعا زي ما شايفين زي هيك. نلم المعلقة نسكره كمان لمدة ربع ساعة. هلا تقريبا استوت راح نحط البهارات والزبده. طبعا الزبده لازم نحطها اخر اشي عشان ما تنحرق.
بابريكا حلوة. بهارات شكلها. ملح. زنجبيل. فلفل اسود. وشوية بابريكا حارة. حب الزبدة. ونحرك. بعد ما حركناها نجمعها نسكرها 10 دقائق وان شاء الله الطبخة راح تكون جاهزة. ولهيك طبختنا اليوم بتكون جاهزة. خلينا نسكب. إن شاء الله تكون اليوم حلقتنا عجبتكم. استنونا بالحلقات القادمة، راح نعمل لكم زرب دجاج مع فطر ولحمة مع بطاطا، راح نسوي لكم زرب خروف كامل، وراح نسوي لكم كمان مشاوي على الفحم. إن شاء الله اليوم عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تعملوا لنا إعجاب واشتراك.